السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امبارح كان عندي حلقه تصوير ورفعتها في مواقع التواصل وقلت دي واحده من حلقات التاريخ، وكثير من الناس جو يسالوني يا طلحه دياتو سلسله من السلاسل اللي بتتكلم عنها، لكن في الحقيقه هي ما سلسله، هي حلقه استثنائيه مع الاحداث الحاصله في البلد. وهو الحلقه بعنوان لماذا سمي السودان بهذا الاسم، يعني ليه اختاروا اسم السودان للمنطقه وبقعتنا دي. يعني ممكن في ناس يقول لك والله يا اخي عشان هم سود او عشان هم سمر. اقول لك يا اخي لا معليش يا اخي، افريقيا دي كلها سمراء كلها سوداء، ليه بس احنا بقينا السودان؟ فهو موضوع جميل جدا، بحث طويل وانا شغال فيه، جمعت فيه الكتب والمصادر واين تم ذكر اسم السودان عبر الزمان. ذكرت فيه اشهر الرحاله اللي متكلم عنها زي الرحاله ابن بطوطه ومقدمه ابن خلدون وتاريخ المقريزي وتاريخ الطبري وحتى مناقبهم وذكرهم في العهد النبوي وفي عهد الصحابه، والتسلسل بالاحداث الى برضو الممالك واشهر السلاطين وتاريخ بقعه السودان كامله، يعني الحدود الجغرافيه حقتها كامله، ولحد التاريخ الحديث ولحد ما انتهى اسم السودان بالمنطقه المعروفه عندنا الان اللي هي سنه 1956 السودان حقنا احنا. فهو ان شاء الله بحث جميل جدا هيعجبكم. انتهى التصوير امبارح والان شغالين في المونتاج، يومين ثلاثه لحد ما المونتاج ينتهي، وهو ان شاء الله تعالى يدعم البلد ويعزز من الالفه والوحده والمعلومات ويعزز من الهويه الوطنيه ان شاء الله تعالى. اتمنى الفيديو يعجبكم، اذا ذلك الحين كونوا بخير. طلحه نور الجليل يحييكم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الليله جبنا لكم الاكيد التصوير احترافي من استوديو احترافي من اخوي وصديقي محمد عثمان. حبيبي محمد اهلين عليك، الله يخليك يرضيك. الله يخليك ان شاء الله. الليله نطلع لنازل فيديو جميل جميل. الليله حلقه تاريخ السودان، تاريخ باذن الله تعالى هيعجبكم، والشغل جاهز ومكمل، ترقبونا قريبا.